اسمك ايه؟ كارل ناصر طه. منين يا كارل؟ مسترد. مسترد. مسترد؟ السلاح اللي قدامك ده جايبه منين؟ جايبه من الجعفر. منين؟ الجعفر. الجعفر منين؟ من عند فرج حافظ. من عند مين؟ فرج حافظ. فرج حافظ مين؟ فرج حافظ امين. فرج حافظ امين؟ اه. جايب البندقية قال لك كام؟ 15,000. والخرطوش؟ 2500. كم؟ 2500. ده 2500؟ اه. كنت بتسرق انت ومين؟ مين اللي كان بيطلع معاك في السرقة؟ السرقة كان قول اسمهم كلهم. وائل الطربي. مين؟ وائل الطربي. ها؟ وكرم رأفة. ها؟ ووليد خضاشان. ها؟ وهذا اسمه جمال ملحمي. خدت فلوس قد ايه من العربية بتاعت العربية اللي خدتوها بتاعت الخنك؟ 900,000. كم؟ 900. 900,000؟ في بلاغ تاني في العبور. وبلاغ العبور عملت فيه ايه؟ العبور. العبور؟ اي العربية الجيب. خدته ايه؟ العربية الجيب من المصنع. خدته ايه؟ العربية الجيب من الشركة. من الشركة؟ كان فيها قد ايه؟ مش فيها حاجة ده. كنت انت ومين؟ كان هم برضه. مين ومين يعني؟ وائل الطربي وسلامة فراولة وكرم رأفة. ها؟ وائل الطربي وسلامة فراولة. انت هربان بقالك قد ايه يا كرم؟ بقالي 3 سنين. ها؟ 3 سنين. بقالك 3 سنين؟ مين اللي مزور لك البطاقة؟ الشيخ وائل. مزورها لك بكام؟